يوم 12/2 البنك المركزي أصدر بيان بناء على توجيهات رئاسة الوزراء. البيان ده يخص المستوردين وتنظيم عملية الاستيراد في مصر. هنتكلم في الحلقة دي عن نص البيان بالتفصيل، وهنعرف إيه الفرق ما بين نظام الاستيراد القديم ونظام الاستيراد الجديد، وكمان هنتكلم عن عيوب ومميزات النظام الجديد، وهنعرف إزاي البيان دوت أو القرار هيأثر على المستوردين وعلى السوق وعلى ارتفاع الأسعار. وفي آخر الحلقة هنجاوب على أهم الأسئلة اللي جت بخصوص القرار دوت، وكمان هنتكلم على توصيات اتحاد بنوك مصر للبنوك المصرية للتعامل مع البيان. معكم أحمد هشام من قناتكم بنك نوت، تابعونا عشان تعرفوا. أهلا بكم مرة تانية. يوم 12/2 البنك المركزي أصدر القرار اللي هيظهر قدامنا ده، واللي بينص على ان بناء على توجيهات مجلس الوزراء بشان حوكمه عمليه الاستيراد وتفعيل منظومه التسجيل المسبق للشحنات اللي هيبدا تطبيقه الزاميا في شهر مارس اللي جاي، قرر البنك المركزي الاتي: ايقاف تنفيذ عمليات الاستيراد بنظام مستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستنديه فقط، مع استثناء فروع الشركات الاجنبيه والشركات التابعه لها، وان البنوك مش هتتعامل تاني بمستندات التحصيل غير في البضاعه اللي تم شحنها قبل صدور القرار. بس قبل ما نحلل البيان ده ونعرف ايه مميزاته وايه عيوبه، لازم الاول نعرف ايه الفرق ما بين الاستيراد بنظام التحصيل المستندي والاستيراد بنظام الاعتماد المستندي. احنا في مصر كنا بنستورد بالنظامين عادي جدا، بس كان 95% من المستوردين بيستوردوا بنظام التحصيل المستندي واللي تم ايقافه من البنك المركزي، واللي هو عبارة عن ان بيكون في ثقة متبادلة ما بين المستورد والمصدر. ولنفترض ان عندنا الحاج محمد هنا في مصر مستورد بيستورد بضاعة من الحاج يونج في الصين. كان الحاج محمد بيتصل بالحاج يونج يقول له انا محتاج بضاعة وليكن ب100,000 دولار، يتفق معاه على البضاعة اللي هو محتاجها ويتفق معاه على شروط شحن البضاعة وازاي هيستلم منه البضاعة وازاي هيدفع له الفلوس بتاعة البضاعة. كل ده كان بيتم بدون ما حد فيهم يرجع للبنك، وكان بعد ما الحاج يونج يخلص البضاعة ويشحنها يبعت الورق بتاع البضاعة دي وبتاع الشحن للحاج محمد. يوم الحاج محمد واخد الورق وطلع على البنك بتاعه هنا في مصر، يدي الورق للبنك ويقول انا عايز ادفع الفلوس بتاع البضاعة دي للحاج يونج في الصين في حسابه. يوم واخد الفلوس في البنك من حساب الحاج محمد محولها للحاج يونج في الصين، ونطلع ورقه اسمها نموذج 4 ياخدها الحاج محمد ويروح بيها الجمارك يطلع البضاعه بتاعته. كل العمليه دي كانت بتتم بدون تدخل من البنك. كل اللي البنك بيعمله ان هو بيستلم الورق ويسلمه وكمان يحول الفلوس بره. ما كانش بيضمن للحاج محمد اي حاجه ولا كان بيضمن للحاج يونج اي حاجه، على عكس نظام الاعتمادات المستنديه، واللي هو عبارة عن ان الحاج محمد والحاج يونج بمجرد ما يتفقوا على البضاعة يقوم رايح الحاج محمد فتح له اعتماد في البنك بتاعه، او بمعنى اصح يقوم الحاج محمد رايح البنك بتاعه هنا في مصر ويبلغهم ان هو اتفق مع الحاج يونج على البضاعة الفلانية وليكن قيمتها 100,000 دولار، ويقول لهم ان هم اتفقوا ان البضاعة دي هتتسلم في المكان الفلاني في اليوم الفلاني بالشروط الفلانية، وان هو محتاج من الحاج يونج الورق 1 2 3 علشان يقدر يخرج البضاعة بتاعته من الجمارك، واي شروط الحاج محمد محتاج يحطها في الاعتماد بيحطها، ويقوم رايح دافع ال 100,000 دولار بتوع البضاعة دول في البنك في نفس اليوم. يقوم البنك اللي هنا في مصر مكلم البنك بتاع الحاج يونج اللي موجود بره، ويقول له يا بنك بتاع الحاج يونج انا محتاج منك 1 2 3، لو الحاج يونج بتاعك طلع قد كلامه انا هحول لك الفلوس وانا ضامن الحاج محمد في الفلوس دي. يقوم الحاج يونج مخلص البضاعة ومسلم الورق في البنك، يقوم البنك باعت للبنك هنا في مصر الورق ويقول له البضاعة بتاعتنا جاهزة هات لي الفلوس، يقوم الفلوس متحول. وبكده الحاج محمد بقى ضامن ان الفلوس بتاعته مش هتخرج من مصر غير لما الحاج يونج يوفي بكلامه وينفذ الشروط اللي هو عايزها، وكمان الحاج يونج بقى ضامن ان هو بمجرد ما يخلص البضاعة وينفذها ويسلم الورق بالشروط اللي الحاج محمد عايزها الفلوس هتجيله من البنك لان البنك مش هيضحك عليه. وبكده العملية الاستيرادية دي بقت مكونة من 4 أشخاص: الحاج محمد والحاج يونج والبنك بتاع الحاج محمد والبنك بتاع الحاج يونج. تعالوا بقى نعرف ايه مميزات وعيوب الاستيراد بنظام الاعتمادات المستندية. اول ميزة بالنسبة للمستوردين اللي موجودين في مصر اللي هم يتلخصوا في الحاج محمد، الحاج محمد هيبقى ضامن ان هو يستلم البضاعة بتاعته في الميعاد والمكان اللي متفق عليه مع يونج، وكمان هيبقى ضامن ان فلوسه مش تطلع بره البلد غير لما الورق يوصل بالشروط اللي هو محتاجها. تاني حاجة بالنسبة للحاج يونج اللي موجود بره او المصدرين، دول هيبقوا ضامنين ان هم البضاعة بتاعتهم بمجرد ما تخلص وتتشحن بالاتفاق اللي متفقين عليه وكمان يسلموا الورق بالشروط اللي متفق عليها، البنك هيحول له فلوسه بالكامل، وده هيخليه يشتغل وقلبه جامد. تالت حاجة بقى بالنسبة للدولة، ده هيزود نظام الرقابة والحوكمة على عمليات الاستيراد اللي موجودة في البلد. تعالوا بقى نعرف ايه عيوب القرار ده. اول عيب ان المستوردين اللي في مصر اللي هم يتلخصوا في الحاج محمد بيكونوا مجبرين ان هم يحطوا الفلوس بتاعت الاعتماد اول ما يروحوا يفتحوا الاعتماد او اول ما يتفقوا مع المصدرين اللي موجودين بره،
وبالتالي الفلوس بتفضل متجمدة فترة أطول، فتكلفة الفلوس عليه أو تكلفة البضاعة عليه بتكون أكبر. تاني عيب إن الاعتمادات المستندية عمولاتها بتكون أكتر من التحصيلات المستندية، وده أمر طبيعي لأن الاعتماد المستند بياخد إجراءات ووقت وشغل أكتر من البنك. تعالوا بقى نعرف إيه تأثير العيوب أو تأثير القرار دوت على المستوردين وعلى السوق وزيادة الأسعار. بالنسبة للمستورد، فالمستورد بقى مجبر ان هو يدفع تكلفة البضاعة بمجرد ما يروح يفتح الاعتماد، فبالتالي هيجمد الفلوس بتاعته او السيولة اللي معاه فترة اطول، وبالتالي تكلفة البضاعة عليها هتكون اكبر. او قدامه البديل التاني ان هو يروح ياخد ائتمان من البنك، وفي حالة الائتمان هيبدأ ان هو يدفع عمولات للائتمان وفوائد غير طبعا العمولات اللي هيدفعها للاعتماد المستندي، فبالتالي تكلفة البضاعة عليها هتكون اكبر، فبالتالي هيزود البضاعة على التجار. فلما يزود سعر البضاعة على التجار، التجار هيزودوا سعر البضاعة في السوق، وبالتالي الأسعار هترتفع. طب تعالوا بقى نجاوب على أهم الأسئلة اللي تخص القرار ده. أول سؤال، هل هيتم تطبيق القرار دوت على جميع السلع أو على جميع الجهات اللي بتستورد من الخارج؟ الإجابة هتكون لا، هيكون في بعض الاستثناءات زي ما طلع بيان من اتحاد بنوك مصر بيوضح زي ما هنشوف دلوقتي. واللي قال فيه ان الكلام ده مش هيتطبق على الشركات اللي مملوكة لجهات اجنبية بنسبة اكبر من 50%، بس بشرط ان هي تستورد من الشركة الام في الخارج، لكن لو هتستورد من شركة تانية هيفتح اعتماد. تاني حاجة بقى، لو البضاعة دي تمنها اقل من 5000 دولار، هيتم استيرادها بنظام مستندات التحصيل عادي. تالت حاجة، هيتم استثناء الادوية والامصال وبعض السلع زي الشاي واللحمة والفراخ والسمك والقمح والزيت ولبن البودرة ولبن الاطفال والعدس والزبدة والذرة. تاني سؤال، ايه اللي هيحصل في البضاعة اللي اتشحنت من بره مصر قبل صدور القرار ده؟ والاجابة، لو بوليصة الشحن بتاعت البضاعة دي قبل يوم 17 بغض النظر الورق وصل امتى، هتتعامل بنظام التحصيل المستندي عادي. السؤال التالت، لو انا اتفقت مع المصدر اللي بره وبعت له فلوس قبل صدور القرار، موقفي هنا ايه؟ لو الفلوس بتاعت البضاعة كلها اتبعتت قبل القرار، هتتعامل بنظام التحصيل المستندي، بس في حالة ان لسه في جزء من ثمن البضاعة، هنا هتضطر ان انت تفتح اعتماد مستندي بباقي المبلغ. وكمان في البيان اللي طلع من اتحاد بنوك مصر بيلزم البنوك بتخفيض عمولات الاعتمادات المستندية علشان تكون زي التحصيلات بالظبط، وان البنوك تزود الحدود الائتمانية للعملاء اللي موجودين عندها، وكمان يفتح حدود جديدة للعملاء الجديدة، وده علشان يوفروا سيولة للمستوردين. وبكده حلقتنا النهاردة تكون انتهت. مستني كل اسئلتكم في الكومنتات تحت، ولو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل لايك، ولو في حد ممكن يستفيد منها ممكن تعمل له شير، ولو لسه ما اشتركتش في القناة ياريت تشترك وتفعل زر الجرس. شكرا لكم جدا.